ألف رحمة ونور على روح الكابتن فؤاد أبو غيدة وعلى الراحل الجميل المؤذب القيمة للحقيقة كل الناس نعته بمزيد من التأثر لأنه كان نسمة فعلا في الملاعب المصرية. كابتن طه الطوخي اللي يوم ما النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حرص على تكريم كبار النجوم القدامى في مختلف الألعاب كان من بين المكرمين الدكتور طه الطوخي. هنتذكر مع حضراتكم كلمات الراحل العظيم بعد تكريمه في الأهلي. شكر الله، هو الحقيقة تكريم يعني جه في توقيته فعلا، ومهما شكرت ومهما قلت مش لن أوفي حق مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة أو برئاسة الكابتن محمود الخطيب على هذا التكريم اللي جه في التوقيت اللي فعلا كان واحد منتظره، لأن تكريم الإنسان وهو على قيد الحياة بيبقى ليه وضع خاص طبعا للجميع طبعا، وخاصة الأبناء والأحفاد والعائلة زائد الزملاء. فأنا بعتبر هذا التكريم مش لطه الطوخي بس، ده أنا بعتبره لكل المدربين اللي إن شاء الله هيوصلوا لهذه السن ويتم تكريمهم بإذن الله تعالى من النادي الأهلي. فطبعا كان لحظات جميلة جدا جدا، وطبعا كلام الكابتن محمود الخطيب وهو بيسلم علي وعلى كل الزملاء يعني كلام طبعا مؤثر جدا ويدل على فعلا قيمة وقامة النادي الأهلي، ومهما قلت لن أوفي حقه الحقيقة يعني. فأنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا فكروني بقى بأيام يعني العشرين لما كان عندي 22 سنة، والأستاذ محمد عبد الصالح الوحش ربنا يرحمه رب كان مدرب الفريق الأول واختارني مدرب، يعني كانت مفاجأة كبيرة ليا طبعا لفريق الناشئين. وبعد حوالي أسبوعين وكنت لسه طالب في كلية التربية الرياضية ما كنتش اتخرجت، خلاني مساعد معلي، ان كان في الوقت ده ما فيش مدير فني مدرب عام، يعني هو كان مدرب ومساعد مدرب. فانا كان ليا الشرف الكبير ان الاستاذ محمد عبد الصالح يعني اداني فرصه ان انا ادرب جيل الستينيات، يعني طبعا الكابتن صالح سليم، الكابتن رفعت الفناجيلي ربنا يرحمهم، الكباتن على قيد الحياه الكابتن عادل هيكل، الكابتن طه اسماعيل، الكابتن الشربيني الله يرحمه، الكابتن جوهري، طبعا كل هذه الاسماء كان ليا الشرف ان انا دربتهم. في هذه الاثناء كل المدربين اللي دربوا منتخب مصر كنت عملت معاهم كمساعد مدرب برضه حتى دوره طوكيو سنه 64. فطبعا ده تاريخ السبب فيه ربنا سبحانه وتعالى ثم الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش والنادي الاهلي. طبعا ما أجمل أن يكرم المرء في حياته، وما أجمل أن يترك بمثل هذه الكلمات ذكرى يمكن الرجوع إليها والناس تتعرف عليه أكتر ويشوفوا يعني قيمة الوفاء وعرفان النادي الأهلي بجميل من ساهم بأي قسط من الجهد والمخلص، رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جنات. وهو ده الوفاء وهو ده التقدير للحقيقة اللي وقتها لما مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حرص على تكريم قدام النادي من أبنائه في مختلف الألعاب. الأعمار بيد الله، لكنه يرحل كل منهم وقد ترك للأهلي ومع الأهلي وعن الأهلي هذه الذكريات الطيبة وهذا الامتنان بهذا الوفاء وهذه القيم الإنسانية اللي دايما وأبدا مهمتنا الحفاظ عليها. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف حاجة مهمة جدا تجري في النادي الأهلي وتسعد جماهيره.